السلام عليكم، كيف بقيتو؟ مزيان على خير الحمد لله. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نديرو الكيكه البسبوسه. يا ربي بسبوسه بالقشده، البسبوسه كتجي رائعه. نتمنى يا ربي تفرجوا الفيديو حتى الاخر. فهاد البسبوسه هادي كنحتاجو سمحوا لي على الهضره. كنحتاجو 250 غرام ديال السميد العادي الحرشه اللي كنديرو به البسبوسه، كاس ونصف السكر، كاس ونصف الزيت، كاس معمرش نتاع الياغورت الطبيعي، 4 البيضات، فاني، وجوج خمارات. بالنسبه للحشوه ولا الكريمه الداخل اللي كتكون الداخل، كنديروا نصف كاس نتاع النشا، نصف كوب نتاع السكر، نصف لتر ديال الحليب، وجوج كيسان ديال الجبن الطري اللي معروف، راه معروف هذا الجبن هذا كيكون في الطيسان بحال هكا. كاين اللي ما فيهش السكر، انا درت هذا اللي فيه السكر. كنخفقوا المقادير كامله، البيض والسكر. بالنسبه لعجين البسبوسه ما كنهضروش على الكريمه، هذه البسبوسه. والزيت كنضيفوا الزيت الخر، السكر، كنخفقوا كل شيء، السميد كنزيدوا شيئا فشيئا حتى كن هذيك الخميره اللي لفقت لي في الجليدات، كنردها للعجين وكنكمل الخفق ديالي. هي كتشوفوا كتجي جاريه على البسبوسه اللي درت قبل، هذه كتجي شويه محيط فيها البيض. كما كتشوفوا هذه العجينه ديال البسبوسه ديالنا. هذه العجينه هذه كنقسموها على جوج، الاولى كنديروها طيب حتى كتقصح لنا، كنحسوها بحبيها حمارت من التحت شويه وقصحت لنا من الفوق، يعني طابت. كنخليوهاش تحمر بزاف، لا ما كنحمروهاش من الفوق، غير كنحسو بها حمارت شويه من التحت وقصحت لنا من الفوق، وكنخرجوها باش نديرو عليها الكريمه. دابا غادي نديرو النصف الاول يطيب، ومن بعد غادي نصايبو الكريمه ديالنا. ندخلوا النصف الاول البسبوسه ديالنا يطيب في الفران اللي مسخن ديجا من قبل. كنخليو البسبوسه ديالنا النصف الاول يطيب، وكنصايبو دابا الكريمه ديالنا. كنديرو نص كوب نتاع السكر مع نص كوب ديال النشا ونص لتر ديال الحليب، وكنخلطو مزيان ونديرهم في كاسرونه يطيبو حتى يختاروا حتى كيبردوا شويه. ملي كيختاروا كنخليهم في هذيك الكاسرونه حتى كيبرد هذه الكريمه، الكريمه ديال النشا حتى كتبرد شويه، ومن بعد عاد كنزيدوا عليها هاد جوج طيسان تاع الجبن الطري. المهم حتى ما كيبردش بزاف هذيك الكريمه، ماشي كاع، المهم كتبرد شويه، كنزيد عليها هذاك جوج طيسان تاع الجبن. ونسيت ما قلت لكم، زدت شويه ديال ماء الزهر، واحد ربع كوب
هي طبطنا، ومن بعد عاد كنزيد عليها هادوك جوج كيس كما كتشوفوا. حنا خرجنا البسبوسه ديالنا وكنديروا عليها ديك الكريمه، كنمشيوها على البسبوسه وكنشعلوا عليها الفران من الفوق الا ما تقصح لنا هذيك القشيره الفوقانيه ديال الكريمه، وكنخرجوها ما كنخليوهاش تحمر، هي كتقصح هذيك القشيره وكنخرجوها. كنشعلوا الفران من الفوق باش كنكبوا عليها النصف الثاني ديال البسبوسه، كندخلوها للفران نخليوها على ما تنشف هذيك القشيره ديالنا كما كتشوفوها هي نشفات، وكنديروا عليها النصف الثاني ديال البسبوسه، كنمشيوها مزيان وكندخلوها الطيب. عاوتاني كنشعلوها عليها من التحت اللي كيشعل الفران من التحت، وكنخليوها تحمر مزيان. عاوتاني كنشعلوها من الفوق نخليوها تحمر، هي وجدت لنا البسبوسه ديالنا. كنسقيوها بالقطر اللي وجدت معكم في البسبوسه السابقه، وبقى لي منه ما وجدتوش حق درته في الثلاجه وخليته، كنسقي به وكتزين الاختيار ديالك اللي بغيتي انت. انا درت شويه ديال اللوز مهرمش، بغيتي ديري البيستاج، بغيتي ديري اي حاجه، الكوك الموجود. كتجي رائعه في المذاق ديالها مع داك النكهه تاع الزهر، كتجي زوينه بزاف. شفتوا كيفاش كتجي؟ كتجي شيشه وبالصحه والراحه، وكنتمنوا تجربوها. الى عجبكم الفيديو كنتمنوا تدعموني بالاشتراك ديالكم وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وباللايك ديالكم لهذا الفيديو والفيديو اخر ان شاء الله.